ضد وليد و13. It's gonna be a close match صراحة. أتوقع بتكون مباراة قريبة. ما أعرف منو يعني أتوقع إنه يفوز، بس إن شفناهم يسخنون وايد على الستريم. بنشوف هنا 13 ياس اختار ريدلي، مع إنه هو عادة يروح هذه الشخصية اللي هي سامس. وشفنا إنه وليد ياس اختار وكان يسخن وايد بايونيتا، بس نشوف إنه حول لدونكي كونغ. اختيار زين يعني، هيفي ضد هيفي، بايونيتا تسوي زين ضد ريدلي يعني، بس إنه ما أعرف إذا هو أصلا يلعب بايونيتا. هذا الشيلد على الجات ياس ياكله دمج، كان بياكله أقوى رنات. أوه لبي ما لها داعي كان. دينج دونج ما ذبحت. نايس اس دي، حلو الاس دي صراحة. داش اتاك. اوه خلال باكر حلوة صراحة كانت. اوب باكر هذا صراحة ما تشرنا صراحة. اللعب من الطرفين غريب. اوكي مسكا دينج دون دمحت. اوكي جاب جاب داش تاك داش تاك جاب جاب داش تاك ما سوى داش تاك. داونير ما سوى داونير. باكير السبيسنج حق وليد غريب. اوكي باكير داش تاك. اوه كان يبي بالداونير. دمج ما يبغي. اوكي ما اعرف الحين في كل برسنت ولا جراب. دينج دونج مرة ثانية دينج دونج ذبحها تو ستوكس. اظني ان 13 كان المفروض انه يركز انه كان يسخن وايد على هالستيج وكان يموت وايد بدينج دونجز، فما اعرف اذا الستيج كان لصالحه ولا لا. اوكي حول ريدلي لسامس. يعني هالماتش اب شوف لو بشكل عام ان هذا شو اسمه 13 يقدر يسوي شورت هاب اب ايرز يغطي وايد اشياء، بس بنشوف هل بيسوي هالشيء ولا لا. سبام شورت هاب اب ايرز صح يس يسوي. ايوه اوكي داون اير. اوه داون اير حلوه صراحه. فور اير اوف ستيج. اوه كان بينزل له نير على فكره، بس نزل له نزل على البلاتفورم شوي جاب. اوه ايدج جارد ليدج ترافينج علقه على الطرف خلاله اقتل. داش اتاك باك اير. اوه باك اير سايد بي. اوه جراب دينج دونج ما وصل. اوه كان بيسوي ترامب. اوكي اوه كانت ضعيفة. اوه نايس تاك بعدها حي على 200. اوه 206 ريج وكل شيء ووداه اوف ستيج. داش اتاك اكتف فريمز بالهبل. نايس داش اتاك من 13. انا داش اتاك داش اتاك داش اتاك. طلع من الاب سماش. اوه داش اتاك باك اير اب تلت. داون تلت جراب. اوه حاول اسوي جراب دينج دونج الحين. اوكي نايس اب اير غطى اوبشن. احس وليد اوه جلاله نايس ريكفري صراحة. سوى سبيسنج حلو. اوه ما عنده نقزمات. سبيسنج حلو من وليد انه ما انضرب بالفورد اير كانت اوف ستيج. اوه بيموت.
واظن استعجل فيها وما اعرف ليش 13 يسوي الزير بدل ما يسوي اير دوج. سكند ليفت جارد باكير وضع خايس وايد حق 13 باكير خذت الستوك جي جيز شيكينج هاندز 2-0 حق وليد.